تعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى ربشابشي شكريا. الحمد لله، الله تبارك وتعالى يعرر توفيق دي شرر نماز جماعة الصادق فريب الله زكا يانوت الله رغور يانم مزي. الحمد لله فرا يانم مزي اشار النماز فري الله ذكر المجلس مزي حاضر اي بالله علم المجلس مزي حاضر اي بالله توفيق دي دي ان الحمد لله الله تبارك وتعالى بشاب شي بر نعمت ار الله تبارك وتعالى خدوم بندول ربطت دو باسل ياري نماز فري بالله توفيق دي ذكر المجلس مازه حاضر بالله توفيق دي. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. إخواني الأمر مجلس ذكر المجلس إينر قيمة إينر فائدة ما شاء الله رغتو عربية ذكر قري زي جزاه الله خيرا. تلعر دراسي بتفسير دراس الله تبارك وتعالى قرآن نازل قجده الله يفرمد دي قرآن شريف ورشان مزين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أقول من مانوش خنين زيني نيكي قرآن بوزي بالله بولي ششتا غوري حرز غوري فكر غوري قرآن ليرا عمل غوري بالله بولي ياري سندبا فاني راكي قرآن ماني خاليغا قرآن را على غوري فلون حديث رباري غوري فلون اندلا نو الله تبارك وتعالى يا رسول صلى الله عليه وسلم رد فدي دي قران شكا دي بالله هذا الله بوت زغات هود الحمد لله. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم تبين تو شكا دي بادي تو ده دي بادي تو بوزا دي بادي بعض مانوشل باري يريل قران رنا مان النفاتي هودن باري يريل خدا عرا قراني مانوش حديث رنماني نعوذ بالله من ذلك. الله يهد عرق زاقا مدين الحمد لله بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. توار ورزين نازل قجي توين بزدي بدي يا رسول الله توليهن حديث ماني بالله سنت ماني بالله حنت هين الله يحديث اور إشارة دي دحاجة دي بوزا جد حكمة ماني وبيانيول قرآن شريف حكمة ذكر دي خدون زكاة خطر الله ماني والعصير من بين معانيها ماني والربطر حكمة ماني آر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسنت هذا الله حضرت إبراهيم عليه السلام دعا ما قزت دين ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك تلاوة قريفو نايبو ويعلمهم الكتاب شكايبو قرآن حكمة شكايبو ويزكيهم ترارف حق قريبو. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعض فنانو فرد مانوشر أو بكفال
কুরআনের মনজাক্কা তাফসীর করতে চা বলকে বাজ জাগার ইশারা নবুজে তাফসীর নবুজিয়ারে কি হ মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাইন হর আল্লাহেন এড়ে তো হাদিসের হতা নাই তোমার হাদিস খন্তু আনিলেন যদি হদ হলেন আসলান মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই কানাগুরি নিসাই আয়াত জুমলা ইবার কানাগুরি ওরজা আল্লাহ হদ মুমাম زدون جانوار المخلوق الاسيل ولا طائر يطير بجناحي ميديت آد الدين عصور الدين دريات آس الدين إلا أمم أمثالكم تورد الله ما فرطنا في الكتاب من شيء والمراد بالكتاب هنا اللوحة المحفوظ لوحة المحفوظ المدين الله تبارك وتعالى يقول لك إذا لين هيدا هناك الله كالسنورة كي ولذلك حديثة فرمت الرسول صلى الله عليه وسلم اي دنيا اي زبين اي منشوال اي مخلوق ان دي العالم يان فويدة ببار فندشذر بصراك اي الله ين خلو مرة فويدة قجة القلم اكتب لك فقال ما اكتب كلا كتاب قيامت برفن زدون اي زبو بقون لك هذا الله هدى الله يل ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب المراد هنا بالكتاب هنا القرآن عرر ممتاز ديبانو وإنما الكتاب هنا اللوحة المحفوظ تلي أربعة دي عرقوا غلط حرر بوز غلط يل منشر بوزا غلط يان لي بوزا الله يهد وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به خد به ما كان هو به كهين او بكفت زد نبوز الدولين بوزيل سنا شكيل سنا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به إشارة به بلا إلى الكتاب ولا إلى الحكمة اسم الإشارة إبا قرآن ركينا حديث ركينا وإنما إلى النزول وما أنزل عليكم يعظكم به يعني إذا شيء الله ينازل قجة هشيس ليرة تمارة واز قرر نصيحة قرر تلهت الله بيانيول خدون منشورين دمك ندو فكر ندو خيال ندو آي خطاين ذكر قجة ذك يلا في الحال بز حيانا را قم تاكي معاني كي كي سولر دنيا مد وات صاحب مد خطا صاحب خطا مولا صاحب آرا كيف يين كيف يين آرا حالتنا آرا آرا هم آرا هر هم دارا لكن ان الله حضن فتنه وال باير کو جده من شرف اول غری فلار ار ار جواب دیتو ہو ار ار جواب دیتو ہو ان ہور کلی ار جواب دیدم الله يهد وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به تول سبحان الله جواب دیتو ہو تول جواب ڈا اسد نے نفس الكلام اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ابن مدد فاسكتور اشاره اسيد كنغري نواس تنقطن هار ايتي باليري دلوك ماني كي اصلا انت جاهل باللغه العربيه دلوك ماني التحرك بعد الاستواء وهذا يشير الى صلاه الظهر وليس الى صلاه المغرب اقيم الصلاه لدلوك الشمس تحركت الشمس استواء يرد باللوجين إذن هذا وقت الظهر ثلاث ظهور النواس فلم يلا وأقم الصلاة طرفي النهار مور النواس فضر النواس فلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى عصر النواس فلم ومن بعد صلاة العشاء شر النماز فلم قرآن مدهما سكت النواس نهود طرف يهونين خن بكو بهوين فسبحان الله حين تصبح حين تمسون تلن او بيانيون الله تبارك وتعالى دوريو خنصون منشرين ماسكتو نماز نايتي نكتو نماز اسدين قران نماز ناين هو مانشدون رك الله فالغري فلور تلو او بيانيون او مربيول او اراد جبا يانيول اندي لا بها هتا هدين توارا نفن نو زترا نيكي توارا لاري فلا جو سار دين يانو تدار هتا نفن نو انرا هجرت غريارين برمات تو اشد دود دورت كي الله 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 يا راشدونني জন্নতন হামালি বিল্লাহ আর আর বুড়া মানুষ হলো রে খাসতন মুরব্বী হলো রে সফরের হুকুম এন হলেন ওই দিফারে বিংশে মরে যাবি কি আল্লাহ আশ্বাদে দূর দূর তো কি আল্লাহ মক্কা মাদ দহন হইবে আল্লাহ মাল মাদ দহন হইবে আল্লাহ ইয়ান তো কিয়ামতের ময়দান মাদ উড়িব আল্লাহ এ মক্কা শরীফ মাদ আল্লাহর ইবাদত করিব আল্লাহ এন তু জান্নাত হামালি বিল্লাহ এ হামাল্লাহ আশ্বাদে এন তু কে নারা নেলা দিবেন হ ফায়া ইখওয়ানি হে মান শিকেন গুরি আলা ان دي لبار ما نشدنا رفوني على دين بس فلا تسار تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك
يا رسول الله الله يهدي آي الله يأرزاد لو يقسم هديت تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حتى نبي الله يدي فدي حتى أمة الوري فزين لهم الشيطان أعمالهم شدانين برايهم خرافهم شندر لاغفان غريدين فهو وليهم اليوم شدان أزياء هترار دها دنيا هترار مرشد هترار زاغا دها دنيا خام دها دنيا شكا دنيا ولهم عذاب أليم شدان الفسال زي فجين هدت بشي بار عذاب مدفر فريبو وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه يا رسول الله توارحس قرآن بنازل قجدائي كي الله قرآن بلوي توين منشر بوزا ديب الله شكا ديب الله القرآن فادي هدي دار كفران فادي والنكران فادي هؤلاء المشاققون ومن يشاقق الرسول زاني باده الله رسيني باده بها هم قران إن جهنم ركزان تليا إخواني در آير هده الله قرآن نازل قجده نبي آماتو جاي بالله زار قرآن نو تارا قصا جي بالله زارين تفوري بو زارين تبوزي بو انهم کو حدا سن رنگ مارا مدد ده استاد لگين خارا بالله ده استاد لگين غار الله ده استاد لگين خانا شگي بالله ده استاد لگين استاد سارا خون حمان دنیا رحمر بودر شکواره که هنا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي شكدي بالله دينك در اختلاف ويين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هداية رحمة إيمان الند مانوشين الله الله رز ما ند مانوشين الله والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الله تبارك وتعالى يسمعنا تنازل قجط فاني طبعا هو بيان سورة إبار زينك سورة النحل بليها عند الله سورة إبار مفسره لهذه منشه هذه عالمه لهذه سورة النعم كي الله سورة إبار الله تبارك وتعالى بوت قسم ما نعمتال دهيو دي زانيو دي بوزيو دي يادگاريو دي والله أنزل من السماء ماء زرر محاضرة قالوا يا زيد تواليون رفع با كيالله زرر حتى بشكل تايم زيبون عين وكم مقدمة مذكور وقتول فلين يبا تفسير زدو زفري الله يحد عين دوار الله عصمان وطو زر نازل قد عصمان ماني ميولات دو تولي عصمان ميولا عصمان نكين كل مرتبة دوار ورطي فهو سما يسمو سمو وانتوار ووري تولي ميولا الله تبارك وتعالى يميولا تزر نازل قرير الله الحكمة الله تبارك وتعالى المشيئة الله تبارك وتعالى النعمات سبحان الله يزر لي يريد مرض بن رز زندق رهد الله فعلا انا را مكة شريف سو آره تو ماشاءالله گیوه ده ماشاء ما ده حاک ما ده وراوری حاک دین زود دیه دین اشیل ما ده ده کر فتری سبحان الله دیکی لهم دیل شند الله گیالا هد الله حد الله یه اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها او منو شالیان زنو ده الله یه مارا زبینورین ابا زندگوری فاره الله تو هند الله قدرت اسه زی الله اینه که مارا زبین اور زندگی فرے ہے اللہ مرا قلب اور زندگی فرے انما مثل الحیات الدنیا دنیا مثال حیات زندگی مثال كما ان انزلناه من السماء اسمان تو فان نازل گجیل فاختلط به نبات الارض
زبين لياري أسمان رفعني لياري مكة وقيوي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زبين أرك زياني أصلي مادة سكر باير قران غاز غسالة باير قران باير قران شروع قريب لياري وزينت لاحظوا جمال الترتيب حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زبينين مارا زبين اندم شلد حزد مدد حزد الله زبين كرزت دين اكوت آلو كيو شندر الله كننين عجو شندر عد دي عجو شندر نو دحا آگه كر حتت وزينت كرر وره فولو يو تلا عرقين لگه ريالا ارشند الله گیر حجاب الله زینہ ہوتے ان دے زمینت گاز گسلا پھڑنر بعدے کر پھڑنر بعدے حتا اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها او بیانال منشد دنی کی دنیا رونق لیر مشغول ہوگی اوئی الله الحكم آجي ألم تر أن الله يزجي سحابا أكلتو أكلتو ميولا وال آني آني زما غرير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ميولا البطر ميولا غلر جي ثم يجعله ركاما تاتوكي ميولا ور ميولا ور بطر ور سبحان الله خودم منشی خودین اجه خویم مدرسه ما سوال گل اجه خویم زد دیو ده کنگوری بیلار گارم زد دوریات فریله دوریات تو بافودیاره کی بانه میولا بانه چلو میولا ما ده بیلار گارم فریله هی زیاره زر نازل و مدرسه سوال گل اجه خویم ولیکن خدا یان زد سیجو مکاد ده جدات بسط چه زد دیت داده که الله اندیلا گارم بیل یوروب مدن نفای با خونه میکن نفای با الله يهود نار ذيل زار كنغري بنين ألم تر أن الله يزجي سحابا ميولا والعير انتو كان انتو كان هنتو هنتو عير زمر قاين ثم يؤلف بين كان البدر كان قلر قاين ثم يجعله ركاما تاتو كيو قرار قولي بالله نائن زاقا نائن ميولا البطر ميولا تولي اكان الور اكان الور غفار الدلو زرقوي فترى الودق يخرج من خلاله تولي سبحان الله زور كنغوري الله يتوارد هنوش دهار والله أنزل من السماء ماء الله يا اسمان تو نازل قرد ده ميولا تو نازل قرد ده فاني توار الله سبحان الله فاني أساس هر فران ولا زندت عيب الله أساس يدير فاني ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج زينك الزبين البطرين مدفون دفن ولا رزق ول ندی کی لاده شیسال دوار الله الله بار گری دیر توار ابی خبر ده هند الله گری بار گری بوده دهان زاده مخلوق ول مدیر بود داره الله هنگوری توار دین قیامت در میدان مد بار گری بو والله انزل من السماء ماء فانی دنگی نازلو یه فأحيا به الأرض بعد موتها مرض بنوره الله يزندك جي إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الله رحضفون هذا معنوشين الله الدور كفاية سبحان الله الله ردورم الدور كفاية وإن لكم في الأنعام لعبرة أنعام اوٹ گرو سال اینر اگنا گشتی زیدون آسی اینر جماعت زیدون آسی زین نکی گرو تو موش سال حوتو دلہ دبا حوتو دلہ نیلر این بے گلو الانعام وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةِ توار اللہ انعام مد عبرات
يا سبحان الله كان عبرة ولا عجيب عبرة أوت خند الله بارا دارا دار أوتال زودي الله يتو الله مسخر غوري نودي تو تو يين رسي كان دوري آد 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 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت سبحان الله مكة ولا كذبنا الطبيعة تكي لهم دي الله هدر الشدر آل طائفة تو غلا غلا وال باير غريا رشام الله جدو شام الدو لباس آل مالال ادا بار انتو تول زورتی ازالی گو اترا تیاں بوشا دیا گی شدر اتیا گی تول زینکین اندلا گوری شدر اگر ایر شام تو سفر الزار یمن تو سفر الزار افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اکنا سوگه ساسنا اوڑو رکا طرفو آدی زارگو دو دین تین دین فانی نخیتا آجار گوی طرفو آدی فو آدی آساس تو اوڑر فو آدی آساس اوڑر فو آدی زار حیث اللہ قیامت اور موجان اور حالت بجان کو رد دیڑا اللہ حد دے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ عشار معنی اوٹ دشمش یا شم والا اوٹ اوٹر شم دشمش دشمش یا شم والا اوٹ اردیا ہے دین احملت کہ اللہ دنیا مدد دشمش یا شم والا اوٹر اری ہونے کے نو دین زودی گیرس سیئے حمایت نگر دولے نسال دولے عدر نگر دولے سورہ یہ گرے کہ اللہ خود دن بعد عرب گوست فائی بودت اللہ تو لی کہنا یہ مایو فائی وینو فائی ریزی قارو ڈیبولو یہ بیسی فاریم وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ تو لی اوٹ صفت ہون دی اللہ طبیعت ہون دی اللہ اوٹو رزا کا دہا دی لے سینے ترکا تو زبی کو تری امد اوٹائی فانسی بگائی بہت حالت اللہ سی تلو اٹھ لے ارے سوری ارے سفر الزار افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اوڑر ورے سوری ارے جاتو تلو جاتو دیکھی خانہ لو جاتو تلو خانہ انر مصدر کی اسمان تو زار والى السماء كيف رفعت اور مکہ ساری یہ ضد دیو اللہ ضد دیئے اللہ دولا آئیوی فارا بالی جرگو کی گرر دائیر فارا رٹوئی وإلى الجبال كيف نصبت غربا جي فاربا جي وي دولي لو جرغو لكن فار لاري نفرر هن فار دي هنين تولي زور جي دول جي وي فار تول امين زبين مدكتي غرير وإلى الأرض كيف سطحت انظر إلى التوافق الترتيب العجيب والله أنزل من السماء ماء زودي الله يا اسمان وتفعني نازل غريب مارا زبین رو زندہ گجے دے ولین قرآن نازل گجے دے قرآن فوند دی تر قلب کھا جو زندہ نو قرآن فوند دی تیر موسو تر کنارے تھا یورین موسو تر نواز اور آواز فونی نواز فتو نوائی اور کھنگوری فارے زندہ کھا نو سو دی مارا زبین رو زندہ گوری فجے دے ولین فانی لے یورین اللہ یہن خوید دنونین حضرت آدم علیہ السلام اور عزتین کو جنت لامہ دیر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى زَتَنِي كِي أَسْمَانُ تُعَيْ هِدَايَتْ نَازِلْ قُجُّمْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى زَنِي كِي آر هِدَايَتْ رَتَّبَعَ قُرِبُو دُقْ نَخَيْبُو إِتِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُوَارَ اللَّهُ بِالْعِبْرَاتِ اصال اوٹ اگرو نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ أركرات تسقيكم مما في بطوني من بطوني ماني فنرجيم بقولون مما في بطوني فنر بدرك أسوا سدهن تبدو كسو إخواني آيتي من أعجب الآيات وإن لكم في الأنعام لعبرة عبرة نو نو سينس الله رجو نسقيكم مما في بطوني
توارر ياي انعام هودينر فدر بودوري اسد انتو كسوشيس توارر فيا بار خندلا شيس من بين فرثه ودم اللبنا. من اعجب العجب اخواني انسان ما يفوا فندر دودر بوند دود زغا هنوت بنا لو لور هنتو دود بنا ير الله يتوار دي. لكن اي جانوارولي سواء اوت او غورو او سال اين توار دود دد دي حليب دد دي دوي دد دي دود دوي دد دي همزغتو زغات بفيصله حضرات خسر فرض معنی خسر از این نگی فیخنا بار زرگوی ایان دا خون درمیانین انتو بودو تو تواره دوت این صاف دوت بانا جیدی به حنا. سبحان الله من اعجب الآیات دیکی اللہ الى هذا اليوم اجود دا معامل زندگی گره رنگرازی مزین زندگی داکتر کلر زندگی مختبرات معامل کلاسی لم يصلوا اجفون سنوار دي كيف يتكون الحليب كنغور حليب بونير كنغور دود بونير كنغور دوي بونير اي جانوارال ينطو اي زغيانات خسر الير استعمال غري سيه فخنا الير دود نبانين لول الير استعمال غري سيه دود نبانين دود بوني بالله ادرا تو ارد الله هم غرا برين اي زغيانار فخنا الداخون الدرميان زغيانات دو كنغور دود بانير تمہارے دي. يا سبحان الله هذا من أعجب العجب. ليش كي الله من أعجب العجب دي إخواني دود بني بالله قطع ملاقين ولكن الله تبارك وتعالى هدن كرامات الديدين رسول الله صلى الله عليه وسلم قراتاتي زيد دنيجي حضرت حليمة السعدية لجال دود حبيب الله تعرمضين هتا رسول حالة خند اللول رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد دنيجي هجرت قرير مدينة زار اكتمبر كنارة دوزار قديد بعدين لأنك انتو ذاتي تقريبا 150 كيلو خدور الدور مدين هيدا زغيانات في المشلل خيمة أم معبد شكنا ذا هزار سولار نصف مسل يرار سولو فوليجي هوي دودو فوليجي هوي دو يارير خايف أرير. يا سبحان الله من بين فرث ودم لبنا خالصا دوي هند الله صاف سائغا للشاربين خوين الله مضيو فصنو هذا الله سبحان الله خاب مضاد دود دكان دوي دكان إنها الفطرة فطرة بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراج مضاد دود زدنك اختيار جهديد الفطرة دود بالاشيس فطرت الله تبارك وتعالى ين والله بارك جدي رزق زي رزق مدين خنا خسرناي خنا بيارمناي خنا گسوناي بلکه خودون بيارم الله علاج خودون تو جتنی نگی انگ زوڑے لوتی جتنی نگی اڑے چلے کیو دو دانا ہورے سال دو دانا ہورے سال دو دے برہنا کسو نو دےڑے اجت الله علاج کی الله الله يهدي سائغا للشاربين ودار ادد فائده سولر ادد فائده غرور فائده يوم ضيو ولذلك الله يهدون زغم وار هدون اشارات هود فائده والبشيه فان هذا الله هدك زغات فيهما فاكهه ونخله ورمان فاكهه ماني غلا غلا بول نخل ماني حزو حاضر ده حاضر غاس رمان معنی ڈالم فيهما فاكهه ونخل ورمان تلين هون ڈالمو گلا گلا اولر بوتری حاضر یہ گلا گلا اولر بوتری ما الحكمه من تكرارها وتعاطفها كي الله مت ذکر کرا وجه فاكهه وي دنين هذا الله ود علماء ولي گلا گلا فواكه على ثلاثه اقسام تن برات اكبرات فاكهه بنا گلا حبيد مز الله أركبرات فاكهة وغذاء غلايو غذايو انتو قوة ذكر جهنو حزو
هذا الله زمانات جزيرة يا عرب مدد سولنا حاجك يا حاجة 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 هذا فاكهة وغذاء عرق برات فاكهة ودواء هندو بزي كيرو جيد علي عمرمان تليق فاكهة مجرد فاكهة أرق فاكهة وغذاء أرق فاكهة ودواء يا الله لبنا خالصا سائغا للشاربين خاتي يومزا ساتي يومزا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الله تبارك وتعالى يدي دنيا ما تربط له ديان دوبارات نعم الذكر غرر حازو انغور هين حلال گجا اساس لكن انت خدون شراب بنائے رے حرام الرسط والا دي گجا حلالا ار خدون حلال مد استعمال گجی تولے ہن تو اللہ گجا حلال ہن تو بنے دشیس حرام خدون من شی اعتراض گجی کین گوری ارے گجا حلال ایبو اگا حرام ایبو کنگوریر حازو حلال حازو تو بنیده شراب حرام کیف شراب کنگور حرام بگو خود انگور حلال تولی فانسایره شراب بنالی حرام کیف این کنگوری بو تولی جواب اگو منشور سوال گو جرار گو علموره خود دیتوان تو بواسنه اصیل فوانسوان اصیل اصیل زرفو اصیل اصیل توان زرفوار باشد دور خود بیال لکیویر خود باره خود بیادار تمو بیا کرونا خدا اعوذ بالله حاضر فوا گنگری بیا گجوم گج حلال اگا کا حرام ایبو اساس ما حلال زر فوا کا حرام ایبو تولے ڑے فارے دورین انگور حلال تولا انگور تو بنید شرک حرام کونے پھتو حازو حلال حازو تو بنید شرک حرام کونے پھتو فبوہت الذی کفر ما تی نفر دار ہے اللہ احیانا جواب خندلا دیا ہورین گل بنو جاگو دہن لدیا ہورین ہیت اللہ ایک زمانہ دو گو عربی منشی واز گر رکھن زگات ہیت گو لبنانی مارونی نصرانی دیتیا یر حد دین آئی توان رکھ قرآن مدے گلت فائی کی گلت فائی اس ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ یہ خنو بیڑان درے دیان دل نو دے طبعا نو نرد دوار خطا کن شندن نو لگے نو اللہ یہ خنو بیڑان درے دیان دل نو دے ہولین این کی تو واز گری نزانو رجا تو کہن ہو جام اللہ ہنو من شر دیان دل نو دین ہونا شند اللہ کے فان اے ان تصویر غلط دائم تصویر گری بس اللہ زیان ہو یان ہو یو تو تو شند اللہ کے دین بدلی ہلو اللہ ہو دیان ہو ما جعل اللہ لرجل ہنو بڑان در اللہ دیان دل نو دے تولے مانو جی بھائی دی ایر نصارہ مانو جی بھائی دی ایر ہو دین او بھائی تو این کی خویلا اللہ یہ ہونا بڑھائیں در دیان دل نہ ہوتے بولے ہو تو لے میں یہ ہونجو تو دل دیان نہیں کی قلب دیان نہیں کی میں یہ ہونجو تو ایک کان تو لے قرآن امدہ غلط نونی اللہ تو این خونا شیل ما جعل اللہ لبشر من قلبین فی جوفے خونا منشور دیان دل نہ دین خونا شیل حقان عالم دعا خدا با یا اللہ قرآن امدہ غلط ہوئی دینا تو آر بوزت غلط ہوئی دیکھ اللہ خدا میں یہ ہونجو اللہ یہ بعض وقتا مزه دیان دیان دل ده دیان قلب ده ما یه فنجه تو دیان قلب دیان دل هات ده خود شموله هیبارکان فوارکان دیان قلب زمی تل ما جعل الله لبشرین هله غلط نان نی تل بدن در الله دیان دل ناده اما ما یه فنجه تو فرده فرده دیان دل احیانا بسط بیا اکان نیزر دل ارکان هر آدر گردی تد دل ومن زمير حتى حجان دي حاقين النو بوين دي زمين در حن دل آدار گره خانا عدد نحا تون زيتون نو آنيو گرم مده تيگا حنا سندات دا نئي گلتي يو گزارا نیلتي يو گزارا تولي حن خلبين حد الله قرآن الله زين حوية تفسير بجو توان تو بصال لاغ دهن دل آگره نو ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا سيو سكرا خيري جيوي رزقا حسنا هو تلزنا السكر والخمر ليس رزقا حسنا هوني كي دانا بسير بوري بسير شراب بسير غام بسير خطر الله غام هدون بسير
إن حلال نوه إن حرام والكسب منه حرام هذا الله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تولى الزنا هذا مورد دليل دساي دانا حرام دي إن حرام دي نبي حاجزة فرمت دي الله قرآن فرمت دي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر خمر معنين الخمر ما خامر العقل عرب ما ده هدو بينول ما يفعي فرد زيان ده يعني رفض الخمار حمار نو خمار خمار معنى قط قرر دي زفا دي والخمر ما خامر العقل زدون شي سين تمر أخل رو زفا دي بو نشاد ري بو بقون حرام تولي زدون نشاد جيد بقون حرام حتى حضد ده او بينول الهدى ما الهدى وما أدراك ما الهدى او بين هدى ما ده كنغوري حرام يده نهيو عارين كي الله گجا اساس شروع مده مدد چودت الله كل مسكرين قليل هو كثير هو حرام بشوك خموك او يهون حدي حاجة عدتو كي ديري نحل تاين فارد ديري ار كسي خوده داتو مده بلا فوقل فوقر علاج بلا حدا هون اينو كبه سراسن و بينو ار خودو نوده بنگر شوڑا کا هور خود شوڑا حدي در غرم مده خود شوڑا حل تنن فائده مشكلة هون عشق عدیب هنو بيلي اکان فائده خود در راستا مده کوره نهاره اما شوڑا حاله کوره نهاره نهاره ارکم فایده خود تارگورم ما سرنگولی ارکم فایده نهایم ارکم تمارا نیم ها دگو نهایم تو راستا مده گورم مده گیالا سرنگول دیر هیده کهو گرد تاکه گوم ما زده شوڑا حاله مانوشی ده هاشی هاش داکه سوره یهودی داره مانوشی به سیدان آسه ده گیالا گولی بویتی توله اون شوڑا حاله دی آده فشتر زلافه لیل خوش مانو جی با بروگ جی لادی دنیا را هوره را کمور کی اللہ بود کمور کی اللہ حوچ چاہی ولذالک بہا فائدہ نولویو شنڑا یو حرام حدا یو حرام کل مسکرین قلیل ہو و کثیر ہو حرام فانم مدد دیان حرام اسید حری دکیو حدا یو حرام سعودی یو حرام لے سعودی کا حرام آلک سعودی لے کالما بازد جزی آسے کنگورت گورا فوقوی سعودی لے کالد دلے کنگوری بھی هذا لباس من جفان هذا ها سودي هذا ده هذا روشين غلي فلا اده ثورا لار بودره آكي آكي زعوي سينا فشيا آكي آكي زعوي بعد هذا موتو غيشتي كوي كسرتي كوي ده نو توتو فانتي كوي ده كيلا فان هذي عادي ده بكون كاغوري فلا ياس تولي هون موريس ديار هاي را عادات موريس فللي موتو بودره زولير تولي كيوي غيشتي كوي دكتوره علاج دوري نهارر دكتوري بارر نزاي دكتور مورو داش فان اريد فلا اريد نفلي سودي ده هذا اريد فلا تر بيارامين بكون زي بي سودي هذا كان غير اريديوم ان دو دات فوغولينر علاج علاج هو تك يلا هذا ايه تقدير كر دو هذا الله بولي ده علاج بولي بوزت دين لا يا اخي ايش اس حرام الله حرام يعني ري علاج نو بنا بعض من شت بولا روماتيزم ولي اڑور بيارام ولي كيانر بيارام ولي كين كينر بيارام ولي شور غستو هابري تولے شور رگستو نافن شیال رگستو تولے شیال رگستو یا کہنے گو ایڈتو نفا بات دشت تم آگئی رہا انی شو آگئی گوئی خون تم آگئی رہا انی او دو دو گم نو خود دور رہے شیال لانو فر شیال لانی حج دی تولے آکی گرہ فر آرم مطلق گرہ فر یا اخوانی ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أخل استمع الغار بوز حلال خد حرم ولي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون مدو مضا هنو بلا هنو تن مرتبة سي مدو فويلة مرتبة دي أن اتخذي من الجبال بيوتا فار اصول اصول فار اما دي زي مدو يه مدو رفوكه مدو بانه بو هذا اجود شيء اجمل شيء يبر وره كسوني دولمبار غاسو تو فول لو يارين غاسر فول تو لو يار غاسو غاسو جيني بحاول باني بو طبعا ترى بكل بحا باني فارتو غاسو تو ومما يعرشون تلمبر يده
হতের উসল উসল গাছত গাবাদত বাগানম মাঝে জলম মাঝে হতে দায়ের মধু ফুকের মধু বানার মানুষ সজন যায় কিস বরে এক মধু ফুক এক জামাত নিয়ে আনি ইনার কি করি ফেলাইয়েন ফারার মাঝে কিনারে ফুল হজন আছে হিটিয়ে মানে চিনি না হবা ওই আর কিনারে আসিন লে রাধা বানা ফেলাই মধু ফুকতে গালি গি কি করে ফারার মাঝে কিনারে হজন জেন্দিলা ফুল ভাই হেন তুলে আরে হেন্দিলা দে ফেলা ইদান ইয়া ইখওয়ানি যদি ফারম তিনিয়া না ইদো লেখা ফারত ফারম মধ্যে গাছ পাইয়ে হেড়ে মধু ইয়ে বাহাবেন দে হাদা লা ইউলা আলাই বাক লম্বর আর ওরে লম্বর কিলা থালাতা তিনিও ইদে আল্লাহ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أوحى ماني زانا جدي إلهام دي لما ترى يعني ترى البرنامج ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات أو مدوف قال زي غاز غسالة زي فول مدين فايدة سي علاجة سي هنتو حلو فاسلكي سبل ربك ذللا الله اذا حد يده كنغوري مودو لودي نظام بنابي مودور نظام عجيب مودو تو حكومت اسي فلوج اسي نظام اسي باشاني اسي ترتيب اسي خمبارات اسي يعني عجيب اكزونر همونو منزكه همونو تولين حراسه اسي خندلا مبرمج نظام فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فردت بارو يعني فايدك يخرج من بطونها فايدك موضوع زين حي هم بار غري فلا يدولي يبتو فردت بار نور فردت بار غري حدك الله سبحان من جعل للنحل اي موضوع فك الله الله يه فردت مدير زولا বরাত দোয়া বানাই দিয়ান একখান জায়গা জিন নিগি ফুল খাইব মধু বানাইব আল্লাহ ইন এক জায়গা জমে গই হেন দোয়া মত গালত তো বাইর করে আর একখান তারার নিজ আল্লাহ জিন নিগি খাইব হিন আর এক জায়গা জমে গই হিনি তারা জুলাই ফিসি গেলা জেন নিগি হার মখলুকে বাইর করে ফেলা হেন দিল্লাহি তারা বাইর করে ফেলা জিন নিগি ফেখানা ফাবালাত তাহলে মধুর জায়গা অন্য জায়গা লয় ফরক মধুর জুলা তার আল্লাহ হাদি বলে আর ফরক মধুয়ে মধু ফুকে যা নাকি মধুল্লাহ খাইব ইবা আলোক খাইব যা মধুল্লাহ বার করিব মধুর রাস্তায়ও আলোক يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هو شفاء معنى مدو شفاء فيه شفاء معنى بطر شفاء فيه دائما فيه كفاية ده بطري আর হলো মিবা হড়ে আরিয়ত আর হলো মোড়ে আতত আর হলো মোড়ে আর কিনারে আর হলো মোড়ে আর জেফর ভুতরে ফি মানি ভুতরে তোমারা মানুষ বেগুম হড়ে বসছ মসজিদর কিনারে অনে ন কেন তোমারা ওয়াসমনি বললাম আইলে তোমার আলে হড়ে বসি মসজিদর কিনারে নেন মসজিদের ডাকে নেন মসজিদের ইয়ত নেন বাবা নিন মুরাদফা দিন মানি ফরক আছে কিনারে ইয়ত ডাকে কিনারে কি রহ হিয়ত কি রহ ডাকে কি রহ বুতরে বুতরে কি রহ এজন আরা বুতরে ফি হাদে দিক বুতরে ফি শিফাউল লিন্নাস মধু এলাজ দেন মধুর বুতরে এলাজ দে মধু শিফা দেন মধুর বুতরে শিফা দেন তাহলে কি ফায়দা ফাজার আল্লাহ ইয়ে বিয়ারাম জেন নাজিল করে হিন্দিল এলাজও নাজিল করে তাহলে ফুলত فاتات غاسوت علاجول اسي مدو فوكه هن تو خا هايري تو باري غري تولي باري غري دعسل شفاء لأن فيه شفاء هده بطر شفاء سجد الله فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فكر قريب الله فكر قريب إن شاء الله الدور كافي عبرت قريب الله والله خلقكم الله يتوارى لفودة قجة ثم يتوفاكم توارى الفران أولويبو زين كدير تلقى منوش سير برات الطبيعي সারি বরাত জিন্দিগি গুয়া বুড়া
أجلورين فري أرقوا خشوين جوانين أرقوا سلط الفاقر برا شرور تأجو خشا بولي بوزر إبار هو ده بداية الكهولة يعني تتري شرور فارقية شالي شرور فارقية هذا من ذلك الوضع يجب خشا هذا برو جي وزي بڑا حدير خشا أرقوا مرحلة الشيخوها زبا حدر ورقية بكوري أرقوا إن طبيعي أرقوا أرزل العمر ماني أبرفوت روغي حتى خرف آجي حتى كسدو زهايمر آجي سبحان الله كأنه في الآية إشارة إلى مرض الزهايمر زهايمر ماني خدوم منشيت زنجو دي مانوشي نيهون نوزانير أتكا أتكا دمك خورد راغوي بقوم فوراي فلا لكي لا تعلم من بعد علم شيئا زنجو يهون نوزانير بوزيتو يهون نوزانير إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم تورر حياتر مالك الله فران لبدي الله رمر ليريد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أركسوية أبربوش آخر وطائد أقول لكي لا يعلم من بعد علم شيئا زنجد مانوش بيحن نظانر بوزجد مانوش بيحن نبوزر إن الله عليم قدير الله تبارك وتعالى هر شيء زاننا هر شيء ضرور الله القدر الجاري والله فضل بعضكم على بعض في الرزق دنيا برزق يا ابو شمد الله تبارك وتعالى كسوره توانغر بنين كسوره غريب بنين كسودوتي يا ابو شاسي كسودوتي يا ابو شنين الله الحكمه اخواني تون خوف هرن غريف يعني بشي بار نعمت ديان غريف نعمتين بشي بار نعمت من او من اجمل النعم غريف نعمت اول شندج نعمت اول بودرين انا را بكون تي ابو شوالا مانوش تا بولي اره تمہارا فون سوان دري قران حفظ کرا تا نہیں تي انا شادوري نه كسن فوان ار فون حفظ ہن ما شاء الله غنیمه هذا لائق متو گو شاگرد دے استاد را ہدے استاد ہے بوزی نہ فارید کھنگوری اللہ یہ گوری ہورا آدر بشی کر دیا خوق دن بعد استاد فائم بے گم آتا یہ ایت زنر شٹیاں دیئے اور زنر دو شٹیاں دیئے ایت دین اما زنگوری با کرو خلائی صاحب دیا فری بن ہوئی این انگوچ دیو جی دارے جیدے بانا دو شٹیاں آفو نی دارے جیدے بانا گوٹی ہیں بانا اٹیاں رے ایدون منشر ایدون ٹیاں دیئے بھائی اس حب دیتو آئیت دے ٹھونے کن دیئے ٹھونے تلے آجور دیئے آجور اور سارے گل تو آجور انزالا دیا رے ہیڈ اور ٹھون دی خود دی صاف دی تو آئیو خوند اللہ حالتت زوتا سارا تولے زینی کی ٹھونے رو رہتی آئی رے زوتا سارا اس صاف دیر دوشت نہیں آر کنے اٹھین یان دیئے کنے یان دیئے کنے فال دار این انگو اتنے گوشت بہت ٹھائیں گی تو اٹھین آس دی دے بیانشر کہ اللہ ہے درات آئین دے اسکریم کی نیان تو کمردن کی نیان ہوگی ایڈا کی اسکریم ہوتن پیسے والا کیا اور اسکریم فارا یانا مدی تو گوائن ہوئی تو لے آن دے اسکریم کی نیان ہوگی تو یار بعد ہو دیر استاد یا بود جی زار ہم دیئے کارے آدھر بشی گج جی ولو بسط اللہ الرزق لعباد لبغو فی الارض دگونر شدر بنای دو فساد زبینت بشی گتو والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله يدي رزق برات بري فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم زدراني كي توانگار شدار هترا غريفول اوره توارا معارت نيادو كسو برات لن نهو حتى যদি গরিবিন তারার গোলাম দেওলের حتى গরিবিন যদি তারার গদ দেওলের حتى গরিবিন তারার গানা দেওলের فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء
مع انه بيكون في هذه الصلاه دي اك زبينات اك فرات اك غرات اته تياسو بطونه اته اته كسلو لا اته مدغنا غشي ني أفبنعمه الله يجحدون أفبنعمه الله تجحدون الله يدي دنيا مات ورا انكار غرات دي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا الله يدور الله توار النصدو توار الله بلي بوين بني سبحان الله جي طبعا إن زوجية حقوق إن هذا هو اللي بشيل لهم بتهم زي بوي نخلي إن شاء الله محاضرة مستقلة نسميها عديل الروح عديل الروح متى الله أعلم يبقى لك بشعر ديت الله الله يهدك زكاة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها سبحان الله بوين الله زمان زمان الله بوين كي الله أجزان الله أجزان سكينة سكون أجزان الله أجزان شانتي وجعل بينكم مودة ورحمة دونزان اكزان الدو اكزان الله عدار رحمت ان شاء الله في عديل الروح نتكلم والله جعل لكم من انفسكم ازواجا توار الله توار الفران الدو توار الله بوين باني فران الدو معني بعض من شين دل ابوزين فتی ایک زنر بو ادھر شٹنا تو بانائی بولی تاری تو لکی گورے گمور گمور ہاں دی انو لا شٹنا آرے فرے دی لا تو ہاں شٹنا تو فوجا کو جدنو صحیح شور ریب آدم علیہ السلام آدم و شٹنا تو آرے ما حوا آرے فوجا کو جدن صحیح لیکن فتی زاکات دو جرے فتی زامات شٹنا تو لو چو ایک زنر تو ساری کو بواس دو ریدہ شٹنا ہڈی بکم بورے جبوی کہ اللہ ایدھر شٹنا گو بورے کانکان دیدی جدہ تو کتابی اللہ نو وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة إبوانين تطوار الله فوانو بنين ناتيانو بنين عربي مسالة هودي فواتون رح عربي شعد الله أعز من الولد ولد الولد عارف ويتدين فان الله عز الجار خلي ذات تقودا خلي ذات بلو عارف ورخوني جيين كسو خلين عارف ورندي فلايوم لیکن فوات تو گو فولے ناتی ہولی ہے ناتی اللہ بولی فوائی بارے بجیم آن ناتی رکھی گا جسی معرفو اعز من الولد ولد الولد فوات تو نراد جہنو فوار فوا وجعل لكم من ازواجكم بنین وحفدا سبحان اللہ رکزاک اتھو دلیل وهو الذي خلق من الماء بشرا الله يفعلت إنسان رفع جاك الجين فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا نسبا وصهرا من جانب الرجل نسب من جانب المرأة صهرا هذا الله هور صهر من جانب الرجل النسب ولذلك فلان ابن فلان ابن فلان والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات زين فوين دير الله يتواري الرزق وفواتي فواتي دير فوائي با دفن قرى فلانا فريبو فوائي با سنتا قرانا فريبو زي الله فوائي با دي فوائي با الرزق دي أفبالباطل يؤمنون باطل رجع تو عد الله كي باطل رجع تو بالشجاء وبنعمة الله هم يكفرون الله نعمة در إنكار قرى باطل رجع فسن قرى دي دي نعمة الله يه شكري الله رجع نقرى مخلوق رجع قرى خند الله شانتی مزه نواسین نفره خند الله آرامات الله نفرمانی کرے ویعبدون من دون الله ما لا يملك لهم
ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الله رأي بعض نقريب زي غير الله رأي بعض تقرر زي فطر زي قصر زي بطر رأي بعض تقرر سودا قرير اگ آسے فطر غير الله نظر نفع قرر نفرر توان نفع هنتو قريبو توارے گنگوری مدد گوری بو نظر مدد نظر گوری نوارے نظر ساتھ نظر گوری نوارے توارے گنگوری ساتھ دی بو. فلا تضربوا للہ الامثال اللہ ان دی اللہ این خوب مثال ندو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ ہی زانے دیان توارا نوزانو کینے دو بھائی اجائیں اجور حق مائے فندر حقوق زمان در حقوق در حرف ہونے ساری فلائی کینے دو بھائی ہاں یعنی لسارا سوال کو لے زنہ ہوت دین بیڑی لے بولے بیڑی لے ہو جا دیئے تو بیڑی لے ساری فلائی ان کین سوال بڑا ہو دنہ بیڑی لے بڑا لے جدہ ہو جا یار کن سوال در لس سارا ہوڑے ہاں بھائی الوقت خلص اللہ اسے. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الله مثال دي هار خدو غلام اكزاغات غلام ادار اي غلام تيان بوشاد زنه كنني غلام خانو شیسر مالک نو خانو هم گوتت سالی گوریو نفره خانو هم گیروس گوتت حلی نگوریو نفره ای باگ مانوش. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء کسو گوری نفره آرگزان. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا ارگو منجر آئی کھول دی بہت رزق اٹھ یہاں فشا دی فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا دین ارادی اللہ راستا مدحو رزگوریر هَلْ يَسْتَوُون زینی گی ٹھیار مالک ارگزان ہی دی نیزے ارگزان ارگولام تیرا دنوزن فوان نی یہاں بانا ہے کہ ہمار مدد آس دیتے لئے کہ ہمار مدد نہ دیتے لئے فون نہیں زر تو بلاغ آس دیتے لئے ارین ایک ہمار مدد فور آجا لئے بلاغ نہیں تھا دنوں سے فون نہیں کھنگوری تمہارا فطر ہو دنوں رہا اللہ فون کرور هل يستوون لا يستوون الحمد لله الله شكري الله تعظيم بل أكثرهم لا يعلمون بيش باك النبو زدين وضرب الله مثل الرجلين الدوا منشر قصة هور الله مثال دي أحدهما أبكم لا يقدر على شيء الزنبوك طبعا ما عرفتو زينكي نفن نفنگ ہو دے اسم زنی کی مار فڑا تو نفنگ فویدہ ہو ہی تا ہم ہاں کیو ہم ہاں بکو اونی کنگوری خوی فارو مار فڑا تو نفنگ ہی تا ہم ہاں بک لیش ہی تا کسی نو فونی ہی تا کشی کی بو گو مانوش مار فڑا تو فویدہ ہو لے تا کسی نو دانے سر دنیا امد ہاتھو شکر فونی شکر سر نہ فنگ دے دل کس تو نہ فونیر تو شکی بو کنگور ہاتھا کنگور ہو بیالا ولیدانی گگا مانوش مار فڑا تو تای نہ فنگ ارگو خونے داج بر سوار گگا ماری حانو سوا فڑی گلے ایک وارے نہ فنگ ہوگی او بیارا منظر یا نہ فنگ ہوگی اختلف تو لیت اللہ حد اللہ یین وضرب الله مثل الرجلين ومنوش أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وقمانوش نافعنا بوكو وهو كل على مولان هي ترى هونو كي كيني لك غناري كي الله هونو هذا بوزاي نفاري بو هونو حمقراي نفاري بو هي تي هونو زاقات زيارين كي لاغة ديان
بزيد نفاري أينما يوجه لا يأتي بخير هنا حمد دفر لي هدين دتوار فعد لي رنويبو هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل إذا بوك معنو شبالوي واز غرد دي نصيط غرد دي بالاري كمان شرد حاجة دي بالو فواني بوني بوك لنو حتى ما تفار دي قال دي دي هتد دي قرآن فرد دي لفواني بوني بوك لنو أبسي سلامت ولكن منشرك على لي غري هتل ياري منشرن نصيط غرد دي بالو فواني بوني هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هنا شرط دقيق ورقيق بالا ركامر غره لكن دي بالا بعض من شو بالا ركامر غره لكن دي بالا نو وهذه مشكلة كبيرة بين الناس خطو من شو بالا ركا ده حاجة لكن نجدتو بارمكا تولد ام بالا حطا هو ام بالا همغر وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض أسمان زبين ورزيتو غيب أسي الله عباد حنكي نظنين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب قيامته ديان ساعة حد ساعة الله يهد إنهم يرونه بعيدا قيام الخط عبد بود دوره إن خلنا ذلك الدمان شيء ونراه قريبا عادي كده كناري وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لمح البصر ماني سوكي كان أقول ساين بصر أنا رأي من شيء هدوى سوك سوك دالي أصلا ما سود دالي بودي باره هو ده سود دالي نو سوك دالي سور دالي نو المشكلة إنه الإدغام هذا مشكلة سوك دالي بودي باره لكن هو ده كي هو سود دالي بودي باره يلا إذن نو دي كي نو زاني إي طرف هو تدين بودي فاج سارة دين دحالي بازي كي سجيلا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لمح ماني كنا نقول سجاء إذا قلت هن الله أو هو أقرب يتنرك ناري إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى زيان ساز تونت ساز عند الله ساهن الله قريب هري هذا الله بعض مفسرون قالوا هذه قراءة المفسرين يعني ما نشرنا إن الساعة آتية أكاد قيامت آي زرغوي آي زرغوي أكادن هتيا أي أكاد أوقعها كنا رأي أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى شو بارك كدك يلا زر مقابل تاري زند الله قري زين لدي بالله أيضا من قراءات المفسرين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة قيامة السؤال قر أين خده فيما حنط هنغري أنت من ذكراها تو يا رسول الله من علامات الساعة وفعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة هذه قراءات المفسرين مستمع فلبدا هيبا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شوفوا لك كان جسم مصيبة كان جسم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله يتوارى يتوارى مار فردت بعير جي سبحان الله فوين حتو بعفتو فوينو دي ناكي معطو فوينو دي ولو أسألكم سؤال يهم كانوا يقول أكثر مصدر كانوا جواب فوين حتو ومعطو نبعفتو قرآن كان هو السيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بعد
ووالد وما ولد. والد باف ولد فوا تلف واحد توي بافو توي بافو تو كنغرو فوايو انكي خاطوي على الدنيا ما دقي دي فوا حدو ما تو تماي كنغرو دي ووالده وما ولدت غاي دحد ساري اما ماري والله كان هور وتضع كل ذات حمل حملها دارت مد منديلر كوتاي بات مدن يا كي وجاي السيغور اجينا مايف بافتو يد فوايبا فاد مد لويه بعد السيغوري ماري بيجي وتضع كل ذات حمل حملها وليس وتلد كل ذات حمل حملها. ولكن نحن مع الأسف مستشفى النساء والولادة المفترض مستشفى الحمل والولادة تولين الأصل طبعاً يان خدا زير الدنيا قرر حضر يا قرر عاد مارا نصنين هم يلا يا أيو خدين ولادرنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وارر ما أولر فنردتوت وارر الله يب باير قجي لا تعلمون شيئا كسنوا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فنادية سقدها دية أخل دي هنا الآن موضوع ثاني كان فرق يهونه ولكن الموضوع هذا مشكل كبير تو اختصار قولي خير لي لعلكم تشكرون الله رشكر يا قريب الله هنا أول سؤال سمع فنك الله يا قديه فونا قال لي آگے دیے آگے فونے دے تے اللہ اذن ہت برما تو بنگلہ دے ہتا ہولے آ فونیر لیکن دارن نو دیکھیر اذن سمع اسرع فونا آگے جلدی سریع ارزن ہو دای فاری فاری بننا کی نام ایو فاری بر کیو ابا دو ابو اللہ شریف نہ نو ہداک جبل ابو ایو کا ہاں کشمیر یا سلام اللہ یخلی کشمیر ایک کشمیر بھار ہو رہے ہیں تھی دکی لامت دو ایک زنائی دے گاری درہ لو جرگے آرہ مولا گوا یہ رہے نواز دوا فرائی بھو کسو ہے بھر لو جرگے بھائی کیا شنا چا نوہو نہیں آئے سوگے دیکیر آواز پونے نے فرید ایہم اسرع الان چلے اللہ قرآن سمع سمع بربر کا فونہ آگا ہو لئنو او بھائینو زمین ووا نوما شاشم دینستان بولی ہو یارا رات روک دینو روک لیکن خود جن دینستان مار فیڑتا دیر گلالینو گجو قرآن فجو حدیث فجو زارو گرم مدے بسو جا دو بسو جا فواسل ہیدار مدے خودو ہاو بینال فوارا حبز بنا دمون ہولے کاری بنا دمون ہولے بافے اے دو در فوار مون دو ہاں دشن گوری کاری گوری گوری قرآن فجو نصیحہ لکم لأنه فوائبا ما رضا دل دي عنده حار ديسك يلتقط أي شيء وقما نوز دشتو صفر ياش دشتو إلا شديد مكة شريف شديد شالج بسج جان دل مانوش نه تريج بسج جان كوري بسج جان دل مانوش نه تو إلا شا جا تريج بسار شالج بسار أجو كي هو ده أنا أكلت مويا أنا تلو هند دجي لكن قرا فوائي دو بسار البدر زيدون عربي هو ده هو ليش لأنه يلتقط إذا كان كم بكون بزيلون هذا الله ما عرف هذا دايا فوائي بأجو بايرنا الدنيا تولي ما يدارا خدا هو الدين فوائي فونير وجعل لكم السمع الآن يسمع لكنه ما يشوف نو ديكير نو ديكير بنا فون الدين زين موستر كنا رو دي باري حدن ما نشو لازل جزاهم الله خير قرم ما دي باري فونير نو ديكير ما عرف هذا بودر فونير نو ديكير تولی مار فرد تو باہر یہ دیکھر اجو نصینیر اجو آخولنا تولی ترتیبا اولا السمع فنیر بعد دیکھر بعد آخولر تولی اللہ آخولر افیدہ کا ہوئی آخول مطبنے خلات بعض منشے انگوری دہا دے امانی اخول امانی اترا آدوردن شکری فلی خود افکر بی عقلک ما تفکر بی قلبک لیش اس مشکلہ فی القلب خدا دل یاره علاج گلین آخل گلین بدن شوری خلاص
كلا آدر الله بلي كسب غرين هاريب آر آدر هوديان زيتوا يه هتا يان زيتوا يين آر كومر بطارك كلا تفتحن إن كان نام دي فجى آدر هودي كلا آدر إذا آتا يبودي كلا ليه ليه أيبو دك كمل ليه أيبو دمورا دي ليه أيبو نواش ليه أيبو ماري ليه أيبو بجلي أيبو هذا ده أيبو كلا آدر إذا آتا يبودي سولي يا إخواني العقل أين أخذ المركز هذي إذا قيامت الله يهدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش معنى الأفئدة ترى يعني نبوذيو ديزن أفئدة معنى فؤاد معنى دل دل يعني ما عرفنا التعدل دي أساس لان إذن هنا الفؤاد العقل زن دلاني قال الله يا رجزة قطهور وأصبح فؤاد أم موسى أني كاتن وين؟ إذا الفؤاد فرغ لو فرغ يدل مورين لبوي إذا ما الذي فرغ؟ العقل خليجي مع الدماغ أرق زكاة هدى الله مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إذا وصلت الهواء في القلب مجنن احنا مري كيف وأفئدتهم هواء عقول هواء كالسنين أرق زكاة هدى الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم تكون لهم قلوب يعشقون بها لا تكون لهم قلوب يعقلون بها إذن مصدر العقل القلب لابد من القلب السليم صحيح أنت تحتاج إلى الدماغ إشارات دماغ ولذلك موريبال ده قلب يأجي قاحل يأجي الدماغ شغال بوت هدون قمانج زرقر فلي قصال زرقر فلي وقف القلب مات هنا أخل ناي لكن الدماغ شغال بوت هدون سئل الإمام أحمد بن حنبل في المسألة بماذا يفكر الإنسان بعقله أو بدماغه قال هو بينهما كجناحين لا يعتمد على واحد ويتخلى عن الآخر من أجمل ما سمعت دماغه لايبو ذنك جوال ما بانغا سروريو ان جوال ديادر ديات نادر ديات دي كيني خلاص شبكه فل قويه لكن الشريحه ناين خطا هو غريم ناين لانه قلب ما في شريحه اسيل رصيد اسيل لكن فورياري ما تفاديي غي برج لوريجي خطا هو غريم ناين لا يمكن احتاج الى شبكه واحتاج الى شريحه احتاج الى هذين الاثنين فكذلك احتاج الى الاثنين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أركنا مؤمنك زيمناك نظيم هوني بريك تأخرنا كثيرا اليوم صح كم الوقت دحين الله سوقف أحسن أرى المحاضرة حليا يوت ملايا فارا مدين ملايا فارا كلايا فارا بن فارانو في مسجد اسمه القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا مسجد بني دي كاكية الجنوبية كوريا الجنوبية مدين فما ندري العنوان عنوانه يدين تفسير ولا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا هذا موضوع مرة مهم مهماني آي سنتات آي فرشانيت آي دكوت آي هوران كي قتم أكما يوني تجدوني خانا يوني خاموني كي قتم الصبر قرن حضرت أيوب عليه السلام خند الله دكفا زال كنغري صبر قجير محاضرة حليار محاضرة فيسبوك ما سعادي ترى سايفة ريبا أرملاي فرق قريب من عندكم
زدرا زايد رئيس فريبا تتح يعني محور الحديث قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. حضرت أيوب عليه الصلاة والسلام خند الله دكول فايزال خند الله صبر قجيل صبر النتيجة الله تبارك وتعالى كي ديل تليان خلار إعلان أريان ما شاء الله هذا جميل. أنا في المسجد هذا مسجد يعني ما عندنا مسجد الله عبدك كوشي بشي لقل في شباب يمكن يقولوا اليوم ما أعرف إيش صار له. أنا وعيد دول لما هنو دين نواز نفره معلش لما نواز فره جنة رزنوه أصلا أقوى رنگ دي كوشي لقل إدعى رزن نواز بعد أمبوري أير رنگ أرقو ده حيب ناشقري دي فما أعرف أنا ليش طولت لكن سامحوني يمكن عنا مدد الله فالله هذا اللي عرر باي ما شاء الله. يوم السبت أخونا الشيخ إسحاق هارون ابن الحي ابن الحارة ما شاء الله كل المحاضرات بعد العشاء صح؟ أسبوع الإجازة تبدأ من يوم السبت. والله لو كنت موجود كنت أجي قبلهم يوم الجمعة حبا لهذا المسجد حبا لكم لكن أنا ما أعرف أكون موجود ولا لا. لا دي للروح يحتاج نأخذ مكان واسع نطلع يمكن لو فيه ممكن فين ممكن أجيب الشيخ علي لبان وآخرين يسوي منتم. طب التصريح من فين أخذ من عندك ومن البصمة ولا من ممكن نسوي شراكة مع البصمة خلاص أجل نسوي هنا. أبشر أبشر. طيب أنا قبل ما أنسى أنت دائما فرادق وشفت الشيخ راشد موجود وأعين نهليوت مارب وذكيه. بدأنا هذه المحاضرة الحمد لله بالقرآن وننهي كمان بالقرآن. الشيخ راشد موجود أسس الحياة الزوجية السعيدة ما شاء الله. الشيخ عبد هنا في عديل الروح كله عديل الروح إرشادات مقبلين على الزواج إسحاق هارون ما شاء الله. أسس الحياة الزوجية الشيخ عبد الرحيم بصارة. الهدي النبوي في التعامل مع الأسرة محمد هارون حافظ. الحوار الأسري الشيخ أمين ناصر. تربية الطفل محمد حسين عبد الغني. تعامل مع المخطئ يبيكور أركو الهدي النبوي في التربية كذا عديل الروح انتهينا مع السلام. هذا أعطي محاضرة هنا فريو أرخلي ينفق فوري ذبي في الله مطلع لأنه هو عديل الروح. إيش يعني خلي ذر فرانور باي موجه فهنا نسوي عديل الروح. بعدين ما شاء الله مع مشاركة نخبة من القراء أسبوع الإجازة شنو يبقى اليوتيوب ينول أسبوع يبقى مميز. الله يوفقهم جميعا. ولو أنا موجود ما سافرت أنا كمان أجي أشارك لكن غالبا أنا أسافر لكن إذا حصل شيء وما سافرت إن شاء الله أجي. هنا السؤال الأول واحد يقول بوره يدبلت أربعين رقاب زلي توي إكسارا دوسارا توسارا فارلتي أسارا. هذا أولا قليل أدب. هذا أولا قليل أدب بشي بيعدب كنغوري خوي بجوس بوره بير نزاج زلي تنتالا كنغوري خوي بجوس تي دور بيعدب. وهذا السؤال أنا ما أبغى أفتي فيه عايفة تبانو دي سوارا لي خوي دي فاتبانو دي زدراني كي طلاق ما ذي سؤال قرين لا تفتو إلا بشروط. شروط كي زمانيو أيفان بويو أيفان غبا هوني كي أصدق ولي ترى يو أيفان سونغر أفوري له سونغر أفوري بو بيشج جا هوري له بيشج جا هوري بو غبار حطالا له غباية هوي بو زماني بو دونو زون إك مجلس لاي بو هم هاك يلا علاقة علاقة له حطال لوري جا كده يلا فا طلاق دومسه مفاتبان الدنيا نار حطانو. حضرت عبد الله بن عباس حط دين يفعل احدكم فعله ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس حضرت وارد زنط مونه هي بوصري فلي بعد عرو رنگري فلا بني ابن عباس ابن عباس عند وار الله فاضيني كي عند وار الله بوري ديني كي فاطمه دي والله. ولذلك طلاق المساله ما زيت ديني كي فاطمه آسانو جي سارا يو آسانو جي وسالي سارا من لاغر كي الله مولاي فاطمه فاطمه جي فاطمه فاطمه فاطمه
উগব টেলিফোন মাইলে আই যাবি হন টেলিফোন তো লাগে WhatsApp আমা মানা ধড়াইলে জবাব মানা আই যাবি তালাকের মাসালা কত বানাই দিও لانه ওবাইন মানুষ গই সাজে লফজ বাইর গজে ওয়তিবাত ইদার হালত হন দিলাশি বেগুন হইব দো বাজি মত বেশি গুসসা উঠতে দেই গুসসা উঠতে দে বানা ইয়া নেহি গরি হজ দে আর জনে বহু হালাল করি বলা হদ আয় শরাব হাইরে টুটেল নিশাম মাঝে বসারি ফেলাই তো মারিও যাই রমা মারিও যাই তোরা তিন তালা কেন কেন হস বনরিও যাই তোরা তিন তালা কেন কেন হস বৌদিয়ান কেন করি সিনস এন নিষেধ হজ্জে বৌদিয়ান ফরক করি ফাইজ দেন নি রাস্তা মাঝে মানুষের তোমার তিন তালা কেন হয় কেন হস গই ইজান গর তো যাই ফাইজ হস বইও সিনস বাদে নিশাই দজ্জে গুসম মাসা যদি হনে বিস্কুট হা হাই সুসা হের বসারে নাকি কে খা হ্যাঁ বসারে নাকি إذن يا إخواني طلاق المسألة فتبان تحتاج حق طاو فريبو دونو زنطو تحتاج زمت فنا فريبو تحتاج بوت فنا فريبو هيدين سونغر أفر بعض أحيانا مساحة تخوي بدو ويتين هيتي مساحة تخوي يارا بو حلال كو رديان نتال لايان نطاي بو كيو بودي فلانا مولوية حلال كو ردي توم بصار أبا يا تمد نواز فريبا شد عطوري نواز فريبا شد عطوري نواز فريبا আর নুয়াজ আফওয়ান আর হানাফি আর রকুত রকুত উড়ি বসে দাঁত নতুলি বরে তিন তালাক দিয়ে ফেলাই ইয়া কি করো হতো শাহফি মতো নফারি বের রাখি আরে তুই তো হানে সাদা কর তুই হানাফি দেখিলি শাহফি নশিরি ফজর নুয়াজের বাদে দুরাহাত সুন্নত আছে দিন এখন মদারসের রক্ত হলে বেশি টানা ঠাইনি একজনে খামত রক্ত তাম্বাই দূরে মস্ত মাদা আগিয়ে গই ইমামে নুয়াজ পড়ে দিতে নুয়াজ পড়ে হাত মাই জুজ হতো ন হামা ফরিম দুরাহাদিম বেশি ফজিলত لا ما يجوز لا لا راه انا في يجوز طيب نواس فورا يجي غي بعد السنه دي وصنا خد لا بلوده فان تافري بو يا اخي فضر النواز فضر السنه نواز بعد فوري باري نا نا راه انا في نفاري نفاري بو سجي خدای جلو دي شافي انك شافي بڑا تو انت صاحب هوا تو من زكا منوش تو من زكا منوش ولذلك طلاق مدو بيان العين فتبان الدم تمارين الدم إلى أن زين رجال كولا غرانديزر كولا يري بطل كولا يري سجي هين بطل كولا هين غوري آير مسألة توك بل كأن كو زبانة دك كيل دي ثلاغم مدى سبحان الله ایک زن وره دفڑا دي بأيو وره دفڑا دي بأيو وره دفڑا دي من شي فاتبان ہوئي جو دي او بأي اينول علم والا بأي اينول ديان شي صد فاتبان ہوئي جو إلا آخر مجبورات اکانا دیو ارکانا دا بیون دیو اکان خون اما دی ایڈے جہاد یہ زو انہ ہویو ایڈے این یہ خون اما دی فاطمہ ندو ایدو مانوش موری زرگوی ایدو فوان یتیمو زرگوی ایدو مائی فوان راریو زرگوی اینو زمہ خون دی بو خون اما دی فاطمہ ندو ای مائی فوان در سارار مسالات بیار مسالات فاطمہ ندو إلا ضرورت اما دی مائی فوان در یعنو دیو وان ریان ایک زنو دیدنو جہاد ار فاطمہ خلاص أركان سؤال هذا يحتاج إلى توضيح جنيان سؤال يحتاج إلى توضيح أكثر ما حكم الإفرازات للنساء أثناء الصلاة هذه مشكلة يحتاج إلى توضيح ولا المكان في صغار ما ينفع ولكن بالاختصار إذا كان من مكان الولادة سواء إفراز أو هوى فهذا لا ينقض الوضوء من مكان الولادة ينقض الوضوء وينقض الصوم ويقطع الصوم فقط الدم ما فيش دم إفراز أو هوى لا ينقض إلا إذا كان الإفراز مختلط بالدم خلاص أرى البي الشيخ راشد أيبو تلاوة قريبة نرى تاكو إن شاء الله مجلس ختم أبو بيانات وارى بشبه شكريا سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين